إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنها وجهت رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن ترويج قناة الجزيرة القطرية المستمر للفكر المتطرف. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في رسالته أنه رغم الأهمية الأساسية لحماية الحق في حرية التعبير، فهذه الحماية ليست مطلقة، وهناك قيود على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام. وأوضح قرقاش أن حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 1624 لسنة 2005 الذي ركز على الرسائل التي تسبق غالبا ارتكاب أعمال إرهابية ودعوة الدول إلى حظر ومنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.